إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة الأمر ليس بالسهولة أن يتغير هذا الواقع الذي نعيشه في بلدنا. لماذا؟ لأن هذا النظام قد ضيع كل فرص التغيير حتى لصالحه، نقولها بكل أسف، لأن من المفروض أن يكون هذا النظام هو خدمة للأمة، خدمة للشعب، وهو على رؤوس الشعب، ولكن أقولها بكل أسف وبكل تحسر، كأن هؤلاء أعداء أمته، وهذا ما دفع المجتمع إلى أن يعيش مرحلة التيئيس، التيئيس من جميع الحلول، من جميع الحلول التي تجعل المواطن يعيش عيشة كرامة، عيشة حرية، عيشة التي يتطلع بها إلى مستقبل بلده ومستقبل أجياله، لكي يكون لبنة في بناء صرح الأمة. الآن أمتنا متأخرة عن الأمم، في ذيل الأمم ونهب لغيرنا للاستعمار التقليدي والاستعمار الحالي، ولا يسعنا في هذا إلا أن ننطلق من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه قاعدة أساسية. لماذا تأتي فرص التغيير وتضيع من بين أيدينا هكذا، ثم ندفع ثمنها ثمنا باهظا من دماء الأمة ومن دموعها ومن آلامها ومن تحطيم أمالها؟ لماذا هكذا؟ هذا قدرنا؟ أين الخلل؟ هل الخلل فينا؟ هل الخلل في أمة؟ هل الخلل في قيم الأمة ومبادئها؟ أم هل الخلل في الحقيقة في هذا النظام الذي تجاوز مداه في الظلم وفي الاعتداء على أعراض الأمة؟ إخواني الكرام، للتغيير سنن. وطبعا لما يكون الإنسان أو المجتمع ضعيفا قد لا تحابه السنن، ولذلك علينا أن نأخذ بالسنن. السنن لا تحابي، لا بد أن يكون المجتمع، أن يكون الشعب في مستوى التحديات التي تعوق من أن يتغير إلى التغيير المنشود. فلا بد من أن نجنح جنوحا واضحا لعناصر التغيير، وهذا الذي أغفلناه كثيرا. والحقيقة الأمر ليس بيدنا، لأن سرعة تداعي الأحداث وما تعرض له وطننا من اغتصاب لزمرة في الحقيقة استولت وأتت على الأخضر واليابس، هذا كله صب في مصب التدمير والتيئيس، تيئيس الشعب، تيئيس المجتمع من أي حل كان. فلا بد أن نجمع عناصر التغيير، وليكن تغييرا، ولنحرص نحن جميعا على أن يكون هذا التغيير تغييرا سلميا حقيقيا بحكمة وبروية وبتدرج وببناء الفرد الذي يصلح للتغيير وبناء البنى التي تصلح للتغيير. نحن إلى حد الآن لم نستثمر في هذه المجالات، لقد غفلنا عنها كثيرا. ما يسمى بالمجتمع المدني، ما يسمى بإعادة ترشيد الطرح السياسي للأحزاب السياسية، ما يسمى ب، وهذا لن يتأتى إلا إذا كان بيننا حوار صريح وواضح يحدد كل خيارات التغيير. ولكن ينبغي أن يكون تغييرا بناء يصلح لإيجاد جزائر منشودة، جزائر منشودة التي
تكون في صرح بناء الأمة الإسلامية. إخواني الكرام، في الحقيقة لا يسعني في هذا العجالة أن أتطرق إلى بعض الجوانب للتغيير، إلا أنني أقول بأن هذه البدايات هي في الحقيقة لبنات أساسية. يكفينا أننا بدأنا أن نسمع إلى بعضنا بعض، يكفينا أننا بدأنا نفكر في أن ننجح حواراتنا مع بعضنا بعض، لأن هذا الطريق ليس سهلا، وهو طريق رغم ما يقال في أن النظام يعني في الحقيقة قد شاخ وقد جاوز مداه من الظلم ومن الشيخوخة أيضا، ولكن إذا لم يكون هناك من يكون في استعداد كامل للتطوير نحو ما يخدم وطننا في تغيير بناء إيجابي، في الحقيقة أيضا سيعيد هذا النظام استنساخ نفسه بنفسه، ويعيد التاريخ نفسه، وبالتالي تبقى نورث اليأس للأجيال التي تلينا. ونحن نريد في هذه الحقبة أن نتجاوز هذه الإشكالية. وأشكر إخواني على استماعهم لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.